كل أن موضوع حركة الاعتمادات لسنة 2020 وكذلك الملف خاص بالتهديد العمراني ومخطط النجدة يعد من أهم الملفات الواجهة في تاريخ القصور من أجل تكفل الجيل في مختلف انشغالات الولاية من ناحية تسيير التجهيز على حد سواء. ورغم الجهود المبذولة على كل المستويات إلا أنه أصبح من الضروري اعتماد التسيير الأمثل والعقلاني للموارد المالية مع الدراسة والبحث عن كيفية استغلالها بما يتماشى وتطلعات جماعات محلية. هذا العمل يتطلب منا الوقوف والحرص على ضمان موارد إضافية من خلال جباية وكل من شأنه بمساهمة بشكل موافق لتحسين وتدعيم ميزانية الولاية. تتناول هذه الدورة أيضا ملفات أخرى تحتل أهمية على سابقتها ومن أبرزها قطاع التهيئة العمرانية الذي يعد أحد الملفات الأساسية في الحركية التنموية. كما أنه لا بد أن نشير في هذا المقام أن ولاية الإبشان تعرف شرحا كبيرا في تواجد الأوعية العقارية من أجل تشييد وإنجاز المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين إطار معيشي المواطن وخاصة لإنجاز المشاريع المتعلقة بالسكن بكل السياق والتجهيزات العمومية إلى جانب إنجاز مشاريع تهدف بالخصوص إلى تحسين مستوى المعيشة للأهالي المتواجدين في مناطق الضرب. هذه الدورة أيضا ستعكف على دراسة وتقييم السكن الريفي على مستوى الولاية وسيكون إن شاء الله المجال متاح لسيد مدير ولاية السكن لتوضيع طلب الأمر وكذلك للجنة التعمية للسكن التي تطرح علينا هذا الملف من أجل تسليط كل الضوء الكافي على هذا الملف. من هذه الفرصة يؤكد بأن الدعم المادي للسلطات العليا للولاية بالإصرار والمثابرة من الجميع سمح بتحقيق بعض الإنجازات، لكن ما ينتظرنا من تحديات فهو أعظم. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل جرس.